بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه الله به الامه، وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وارضك اتركه الى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي سمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مؤتمر ميلاد المرأة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. فأنا أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد من الأودية، وأن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في واد آخر. فالداعية الأمين، أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، هو الذي لا يغيب عن أمته ولا تغيب عنه أمته، ولذا فهو يشخص الداء ويحدد الدواء من القرآن والسنة. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تبحث عن دوائها بجميع أمراضها في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأستطيع في نقاط محددة أن أركز الحديث مع حضراتكم لأغطي هذا الموضوع تغطية جزئية على وعد بإفراده في موضوع مستقل كامل في سلسلة الحرب على الثوابت، وأنا أتحدث إن شاء الله تعالى عن الحرب على المرأة. أستطيع في نقاط محددة وفي محاور مؤكدة أحددها لحضراتكم في النقاط التالية. أولا، سنوات خداعات. ثانيا، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة. فكما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الحرب على الثوابت، لأننا نعيش الآن السنوات الخداعات التي نطق فيها التافهون والتافهات، وتكلم فيها الغرباء كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين.
وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. إنه زمن الفتنة أو إنه زمن الفتن. إننا نشهد الآن الفتنة بسطريها أو بنوعيها ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. بل لست مبالغا من قلت لكم أيها الأحبة من خلال قراءاتي واطلاعاتي أنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتنة الشهوات والشبهات كزمان السنوات الخداعات، كزمان الإنترنت. فالشبهة يشعل أو يشعل المجرمون نيرانها في الشرق الملحد أو في الغرب الكافر، فلا يمضي وقت طويل أو إن شئت فقل في التو واللحظة تنقل هذه الفتنة الحالكة من الشبهات أو الشهوات إلى بلاد المسلمين. ويتلقف هذه الفتنة كثير من أمراض القلوب، كثير من مرضى القلوب يتلقف هذه الفتنة، كثير من مرضى القلوب ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيستمر استمرار الحياة على ظهر الأرض إلى أن يرد الله الأرض من عليها. والأيام دول كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. والدولة الآن للباطل وأهله، وما قارت الدولة الآن للباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق ربي إذ يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ستخرج علينا المرأة وتقول أنا أصلي وأصوم رمضان وأحافظ على ديني، لكنني لا أقتنع بأن المرأة لا تتساوى مع الرجل في المعاصي. لست مقتنعة بقضية العزة. لماذا العزة؟ ما الداعي لأن تصدر المرأة حتى تنقضي عدتها؟ فلتذهب المرأة إلى الطبيب ليحدد إن كانت المرأة حاملا أو ليست كذلك. وهذه الشاهدة تظن أن العدة لمسألة تبرئة الرحم أو للوقوف على براءة الرحم فحسب، ظنت أن هذا هو الأصل الذي من أجله شرعت العدة، ونظرت إلى المرأة التي حصلت أرقى الشهادات كيف نسوي هذه المرأة بينها وبين رجل من عوام المسلمين، وتقولون بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، كيف ذلك؟ ثم كيف تقولون بأن الحجاب فرض كما فرض الله الصلاة على المرأة؟ كيف تربطون بين الحجاب وبين الأخلاق؟ فالحجاب لا يشترط البتة ليكون دليلا على أخلاق المرأة. الأصل في المرأة التربية حتى ولو كانت متبرجة، حتى ولو كانت سافرة، الأصل فيها التربية والأخلاق. ثم يقولون
بأنه ليس بالضرورة أن نفصل بين المرأة وبين الرجال بدعوى التربية والأخلاق، إذ أن البيئة ولو كانت فاسدة لا تؤثر. هكذا العموم لا يتأثر من يعيش في البيئة من حوله، مع أنهم هم أنفسهم الذين يعترضون اعتراضا شديدا على أن يجاور المريض الأصحاء، بل وترى أحدهم وقد ركبه الوسواس من رأسه إلى قدمه، إن جلس مع مريض أو أكل مع مريض أو شرب مع مريض. بل لقد سمعتم أنتم كما سمعت أنا عن رجل مشهور كان يخشى إذا مرضت زوجته أن يمسك أو أن نمسك بيده نفس مقبض الباب الذي مسكت به زوجته، ويعقم الأواني ويعقم الطعام ويعقم الشراب إلى أهل هذه الصور. فهم أنفسهم يقولون لابد من عزل المريض عن الأصحاء. في الوقت ذاته يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة على النساء. الأصل عند المرأة التربية والأخلاق، أما إن كانت ذاكرة متبرجة ومرضة للجنب فلا خوف عليها ولا شيء في ذلك. ألقاه في جن مكتوبا وقال إياك أن تبتل بالمال. فتقال المرأة تتحدث تقول أنا مصاري، كما قالت امرأة أنا أمثل الدور حتى ولو طلب مني المخرج أن أخرج بالبكيني على حد تعبيرها، لكن إذا حان وقت الصلاة أفضل. بل وهناك شيخ أسأل الله أن يرحمه، فهو الآن بين يدي ربه، قد أصدر له فتوى بأنه يجوز إن اضطرت الممثلة أو المرأة إن اضطرت يجوز لها أن تصلي بالبكيني. والله لا أبالغ ولا أقول ذلك من باب التنبؤ، وإنما هذا موجود. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كثير من الإخوة يزعم الالتزام ويزعم حب الإسلام، لكن ما أيسر الزعم وما أرخص الكلام وما أسهل الادعاء. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. الكل يدعو انه محب لله ورسوله، لكن اين صدق المحبه؟ اين الدليل على صدق محبتك؟ قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورحم الله من قال من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهه وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعه ووفاء. ان المحب لمن احب مطيع. ما ايسر الادعاء وما ايسر الزعم الرخيص. كل يدعي انه يحب الله ورسوله ويعيش للاسلام ومن اجل الاسلام، لكن كما قلت هذه نقره وهذه نقره. لا حرج ان تخرج المراه متبرجه عاريه وفي الوقت ذاته لا مانع ان تصلي لله جل وعلا، ثم يقولون هذا امر وذاك امر. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. انه التناقض الواضح. تقرا المسلمه قول الله تعالى في سوره البقره يا ايها الذين امنوا، او تقرا الامه قول الله تعالى في سوره البقره يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى اخر الايه. طيب والله الايه كبيره مش بطاله، هناخد بالايه دي او صوره غلط في نفس الصوره.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا 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 بلدي 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 القصاص والحدود والإداخل لكن هل لا تصيح نحن نأخذ الآدي من صوت الغرب لكن الآدي لا بلدي وقت خليه تقرأ الأمة قول الله في صورة مائلة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سمعونا سنة من اليوم صفت المسجد الآية الخطة علم الإنسان ركيش أولا علم الإنسان نسأل الله أن يقرأ لنا هذا سبب لسان صححوه في الإشراف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حلو دي هذا توضا وحيمسح وروح هذا توضا تمام ماشي في نفس الصورة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون. لا 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 بلدي خلينا المحاكمية لا إلا دي خلينا نعمل شرط الوضوء هناخذ آية الوضوء لكن هل المحاكمية في نفس الصورة؟ لا مش هناخذها. ايش عقلك كده وخلي صاحب عقلية كبيرة بل في التحلق والتأخر بتاعته له احنا عندنا قوانين وضعية رضي الله عنها وارضاها حلوة له هتجيب الكلام اللي نزل في أرض الجزيرة العربية من مئات السنين عشان تطبقوا على أناس يعيشون عصر الإنترنت وعصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري لا 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 بلاش المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين اخر الآية تقول المرأة المسلمة تقول لك ايه فردنا من الأول اقنعني بالحجاب. لكن السؤال الحقيقي والمنطقي اقنعني بالإسلام هو في السؤال الأول اقنعني بالإسلام. إذا اقتنعت بالإسلام وجب عليك أن تمتثل الأمر والنهي والحد. الله يأمر سمعا وطاعة سمعنا وأطعنا هذا شعار المؤمنين والمؤمنات. فكل أمر في القرآن للرجل والمرأة ما لم يأت الدليل الخاص على أن الأمر للرجل أو للمرأة شعار المرأة المؤمنة أن تقول لربها سمعنا وأطعنا. إن أمر بالحجاب سمعنا وأطعنا. إن أمر برد البصر سمعنا وأطعنا. إن أمر بقوامة الرجل على المرأة سمعنا وأطعنا. إن أمر بعدة للمرأة سمعنا وأطعنا. إن أمر بأن قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين سمعنا وأطعنا. هذه المرأة المؤمنة اسمع لربك جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في شأن المنافقين والمنافقات فالمنافقات يندرجن تحت هذه الآية. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنا مسلم تقول كده ستة أنا مسلم وأنت عزمت خبرني من الإسلام أنا مسلم بس أنا معطايا ضغطت على إن الرجل ياخذ ضعف المرأة لكن أنا مسلم. أنا أتحدى أن تعترض هذه المرأة على جزئية واحدة في كتالوج يجينا من اليابان مع السيارة والتكرول مثلا. أتحدى اليابان تفضل لنا السيارة في سينا كتالوج. أتحداها وأتحدى المؤتمرات وأتحدى أصحاب المؤتمر مؤتمر انفراد المرأة أن يعترضن على بند واحد من بنود كتالوج العربية مشتين نزل من عند الله وشرعه الصادق رسول الله ما يرضاه في رجل أو امرأة فلانا معترض على البند في كتالوج ده بش هذا بطل سيارتها فشلنا تحت العلمة وده الكتالوج اللي يصلحها ويمشيها ويعطلها ويقومها وينيمها كل يوم خلاص
ويقول كل فينا يقول لك ايه أصلاً لازم نحترم التخصص. ما نقدرش نتدخل في دين. نحترم التخصص. خلاص. يجي طبيب مثلا. يقول لك لابد من احترام التخصص، ما نقدرش أقلل المبنى هندسيا، والمهندس يقول نحترم التخصص، ما نقدرش أجري صراحة القلب شديد. فلماذا أصبح الدين رخيصا لكل من هب ولد ليتكلم فيه بغير علم؟ أنا لا أقول لأنه يا يجب على فئة معينة أن تتكلم في الدين دون غيرها، كلا، وإنما أقول لا يجب على لا يجوز البتة لأي مسلم أو مسلمة أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، وإلا بدليل من كتاب الله، وبكلام بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. إن كان معك الدليل من القرآن والسنة فعلى العين والرأس، اعرف كلامك. قل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتذكر معي قول الله: ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف لفظة يزعمون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ومشكلة بس لا تجيبينها من بداية وما أنزل من قبلك. حتى لك أنا ممكن أن محمد وعيسى لحد آخر وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم البارد البارد السخيف يقول الله في حقهم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى القرآن والسنة، هم كان عندنا واضح والسنة واضحة كالفجر الصادق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، يعني إلى السنة، خلي بالك من اللي جاي دي: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الذي حكم على الذي على المعرضين عن القرآن والسنة بالنفاق؟ الله جل جلاله. لحكمي عملي على أرض الواقع. ولذلك تخيل يقول: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وأنا أضيف عبارة من عبارات ابن القيم لما يقتضيه العصر: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم. من عمل التلبيس. وفي كلمات أقلامهم. في مؤتمراتهم الخبيثة. ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرض بعد هذه المقدمة؟ وهذا هو العنصر الثاني، مخطط رهيب لإفساد المرض. ما الذي دار؟ نسوة ينسبن إلى الإسلام، يعلن الحرب على الثوابت. يريدهم حتى نشر قضية النقاب والحجاب مثلا، قضية غطاء الوجه وكشف الوجه، لا لا، يعلنون الحرب على الثواب، على آيات صريحة في القرآن. فتقول معها: لابد من إلغاء قوامات الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، آية ما تنفعش معقلنا. مش هنقول خلاص مضى عصر الرجل، بل انا ارى الان ان المرأة تطالب بحقوق لو عرف بها الرجال لتمنى كثير من الرجال ان يكونوا لا حول ولا قوة الا بالله. انا موجه، انا موجه مصيبة كبرى. الرجال قوامون على النساء، لابد من الغاء هذه الآية وإسقاطها من القرآن، لأنه لا يجوز البتة أن تكون القوامة للرجل. وتخرج أخرى، دكتور دكتور تقول كما ذكرت في خطبة الجمعة: إن الرجال الآن يركعون أمام ركبتي مجلس والبريق الجميلتين، وإنهم يفعلون كذا فعل خبيثة على صور مارلين مونرو. امرأة دكتور. وتقول أخرى: لابد من إلغاء العدة
والاحتلال بالطب الحديث. وتقول أخرى: لابد من مساواة الرجل مع المرأة في الميراث. وتقول أخرى: لماذا الحجاب؟ إنه رجعية. إلى آخر هذه الدعاوى. أيها الأحبة، أرجو أن ترددوا معي جديدا في هذا الكلام الذي سأذكره الآن. لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويضعون المؤامرات الرهيبة تلو المؤامرات، ويضعون الخطط الخبيثة لإفساد المرأة تلو الخطط، للزجر بالمرأة في مستنقع الرذيلة الآتي للعجل، ولإنزال المرأة من على عرش حيائها التي يوم توضعت المرأة المسلمة عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر والقواريت بشمالها. فعز على أعداء الأمة أن تجود المرأة المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين الربانيين وبالمجاهدين الصادقين المخلصين. عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بخالد بن الوليد وبصلاح الدين وبالعلماء الربانيين، لتظل الأمة جليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاسية الممطرة. أختاه أيتها المسلمة، والله الذي لا إله غيره أحذرك من كل قلبي بصدق وأمانة، إنهم لا يريدون لك الخير أبدا، بل لقد ضحكوا عليك لإنزالك من فوق هذا العرش المنيع، عرش الحياة، للزج بك في مستنقع الرذيلة الآتي للعجل. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يلغونها للهو واللعب. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ أجب يستويان. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشر إن تدعيه يرتجلي. سميه من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للعقل الغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكتبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يجب. مخطط رهيب. أعداؤنا يعلمون عظمة المرأة المسلمة ومكانة المرأة المسلمة، فراحوا يخططون لك أيتها المسلمة. أتمنى بكل قلبي أن لو سمعت كل مسلمة مثل هذا الكلام لتقف على حجم المخطط الرهيب، ولتقف على المؤامرة الفتاكة التي يريد من خلالها أعداء الإسلام أن يخرجوا المرأة من حيائها، من حبرها المصون الكريم العزيز الطاهر الشريف. قالوا كأس الغالية، كأس وغالية،
يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف نفع. ركز عامة عليم كأس وغانية، كأس خر وضعف غانية فاجرة مستهجرة، كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف نفع. لويس التاسع لما أصل في ذلك الرومان المنصورة وصل إلى قناعة خطيرة وقال ليس هناك الآن من سبيل لغزو المسلمين عسكريا في عقر دارهم، بل لا بد من البحث عن سبيل جديد لغزوهم، وكان هذا السبيل أيها الشباب هو الغزو الفكري والغزو العقلي، مسح العقيدة، مسح الأخلاق، مسح الدين، لتعيش المسلمة في بلاد المسلمين بلا هوية بلا عقيدة بلا دين ولا أخلاق. ولذلك لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية عن بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم شيئا فكريا أمينا على كل أهدافهم. حكروا الكلمتين، أقول لم يرفعوا جيوشهم العسكرية من بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم. وأحاط هذا الجيش الفكري بآلة ضخمة من الرعاية الكاذبة، ولقبوا هذا الجيش بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمقومين والمثقفين والمتنورين إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، لذيل أعناق الفسقاء من المسلمين إلى هؤلاء المجددين والمفكرين ليلا. وكما ذكرت وهم في الحقيقة كالقول الأشهر يسمع من بعيد ومنظمهم من الخيار الخاص، هذه الأنقاض لتغطية الخرافيس وكسر لحدهم والنفخين ليكون شيئا مذكورا. قال عهيد الأدب العربي، عهيد الأدب العربي راح يتكلم على طول، هتقول ايه؟ يعني قال القرآن قابل للنقد باعتباره كان كتابا أدبيا. هذه مش عارف مثلا العرب لهذا تسمع المصلحة الاجتماعي الأول يروح طرد ويرجع يقول ايه؟ وإن الرص على الطريقة الأوروبية ليس ناحيا من دواعي الفسق والانحلال. اسم الأخوة كلها فسق والقفار نفس اللي يقول كده فسق، صح يقول والقفار يقول رموز دي فسق. إن الرص على الطريقة الأوروبية، شوف الوصول يا زين، إن الرص على الطريقة الأوروبية، ما هو الرد على الطريقة الأوروبية؟ أن يستأذن الرجل للدين، الرجل الجيش الأوروبي ما تقرأ، أن يستأذن الذكر للذكر ليأخذ امرأته على مرأى ومسمع ليراقصها أمام عينيه وبين يديه. كان جالس فرحان كده مبسوط كده وراح يفوت مع واحد ثاني ويرجع يقول لها يا سلام ده الناس عينها كانت هتاكل منك حته. اللهم انا نعوذ بك من السياسه ونسالك ان ترزقنا غير الرجال باحتلال. سبحان الله، ان الرقص على الطريقه الاوروبيه ليس داعيا من دواعي الفسق ولا الهلال، لا تقدم منكم ورجعيه ان زعمتم انه يخالف ذلك. هكذا فهم لم يقربوا بلادنا الا بعدما تركوا افراد هذا الجيش الذي ظل يهدم الثوابت طيله السنوات الماضيه ويحطم الاصول والاركان، ثم ينادي بتحرير المرأة
وخلي بالك يا اخوة، انا مش عاوز احرق الجمعة بس، لكن امركم للنافع وامرنا جميعا لله. خلي بالكم ان الانتهاء ما يتحركوش ابدا لاي امر مهمة الا لو كان في القضية تنشده، مش كده؟ من عادة الناس ألا يتحركوا إلا لقضية تزعجهم وتشغل بالهم، فالأعلام يحرصون على أن يستعنوا ما يسمى بقضية المرء. مفيش قضية المرء في بلاد المسلمين، إيه قضية المرء؟ مفيش. لكن هم يستعنون قضية المرء، ليه؟ عشان لما في قضية يبقى في مناصر وفي مدافع وفي حبيب وفي فرحان وفي مبسوط، يبقى في نقاش، يبقى القضية حية. خلي بالكم في الكلام ده، تبقى قضية حية. موجودة على الساحة، يجي واحد باع المال والمرأة مظلومة، والأم معطلة والشقة مهملة، والزوج سجان قاهر، والبيت سجن مؤبد، والأمومة تكابر حيواني، ويلتقط هذا الكلام الخبيث عن مالية خبيثة، فتكرر مثل هذا الكلام، فإذا رجل شفت يا حالاتي كده مهزوم نفسيا، يقول لا والله، أمه اللي بتستنشق عمره، أمه اللي بتستنكر المرأة خالص. ويبدأ الرد يخرج ردا هزيلا مريضا من منطلق ان المرأة بالفعل قد ظلمت في بلاد المسلمين، وان الاسلام متهم بقصف اتهام، ويحتاج الى محام امين ليتبنى قضيته. خلص هزيمة نفسية خطيرة حتى عند من يردون. لا تجد ردا باستحلال المؤمنين، لا تجد ردا من خلال قول رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه المجرمين. الله غني عن الخلق برجالهم ونسائهم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى في قضيه للمرء تحتاج الى مناقشات ومداولات، وتبقى القضيه ساخنه موجوده دائما على الساحه، ولو فتشت وبحثت والله لن تجد امرا لما يسمى بقضيه للمراه في بلاد المسلمين اطلاقا. هؤلاء المجرمون يعلمون علم اليقين ان المرأة ما كرمت الا في دين سيد العالمين. وهذا هو عنصرنا الثالث في ايجاد تكريم الاسلام للمرأة. التقيت بامرأة في المجر، في المجر عند مطبة جمعة في العاصمة بجدد، والاخوة مأجرين قاعة عشان تنقوا فيها الجمعة، عشان تعرفوا ان انتوا هنا برضه صحة، نسأل الله ان يحفظ علينا مساجدنا. فالاخوة بيستأجروا القاعة عشان تأخر الجمعة. استأجروا القاعة، والقاعة دي قاعة عادية للدراسة مش للصلاة، منقى إلى جوار حديقة، حديقة عظمى. فأنا في طريقي إلى القاعة لإلقاء خطبة الجمعة، رأيت امرأة تجاوزت 70 من عمرها تقريبا تلاعب كلبا. هذا أمر عادي جدا في بلاد أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، أمر عادي. يعني لا تجد امرأة تمشي بدون كلب. سألت على إحصائية الكلاب في المجر، قلت أن المجر فاك الكلب. قالوا 13 مليون كلب، وعدد السكان قالوا 11 مليون كلب. ايوه والله هذه معلومات ليست للدعاء. 13 مليون كلب و 11 مليون نبأ، يعني لا يخلو بيت من كلب. ما تقولوش الكلام ده، لا تستعملوا طاغوت المجال. المهم امر عادي، خطبت الجمعه وأجبت على أسئلة الإخوة وجلست معهم على الطعام، مكثت ما يزيد على 5 ساعات تقريبا. وحينما خرجت رأيت المرأة لا زالت تلاعب كلبا. فالأخ اللي مترجم معي، لأن اللغة المجرية لغة خاصة كده، ملهاش خط يعني، لا إنجليزي ولا فرنساوي ولا شيء. فالأخ المترجم معي
من القرآن من قدس الشيخ حافظ رحمه الله. قلت له تعالى فلان قال لي يا خير يا شيخ. قلت له هو تكلم يكتب لي قال خلينا نحل هالشيء. يبقى الشيخ خلينا نعمل شغل اذا كان غدا تروح التمرين خلينا نعمل شغل. هذا خلنا حقيقه مرأة سعيده جدا جزيلة كده زي بتاعنا لا الحمد لله لا تضيعوا ابدا في السفر فسعدت به جدا وهي اللي سالت عن الدين وانتم مين؟ قلنا جميل هذه لا خير لا مساله. فلا شيء يقول لك تبالك يا سعد كعب الكلب اول سؤال تبالك يا سعد كعب الكلب فذكرت حوالي 7 ساعات تقريبا. تخيل 7 ساعات للكلب لتلاحم المرأة كلبها 7 ساعات قل طيب السؤال الثاني قل ليش تقول لي انت عايش ليه؟ قال لي عشان عايش. فقلت له ما جربت لهم ايش السؤال الثاني ايش تقول لي انت عايش ليه؟ قال لي عشان اعيش. قلت له ثالث مره انت عايش ليه؟ قال لي عشان اعيش. قلت له الله قل ليش تقول لي الليل ليل والنهار نهار والشحش شحش والحمار حمار. مش حاجة تغيرت الليل ليل والنهار نهار والشحش شحش والحمار حمار. مش حاجة تغيرت انت عايشة ليه؟ ايه الهدف؟ ففهمت قالت من اجل ان الائم الكلب وان استمتع بجمال الطبيعة. تصور هذه الغاية التي تعيش من اجلها امرأة ليس هذا هو المراد انما المراد هو قلب لها. اين اولادك؟ قال تركوا البيت من سنوات بعيده. ثم قال انا هم خرجوا سووا البيت. طيب انا ياتي الاولاد لزيارتك ويقرنان عليك؟ قالت في كل عام مره في احتفالات اعياد الميلاد عندك. الأولاد يقول الأم مرة للأم خلي بالك من الكلام ومقتال يقول مرة كل سنة في احتفالات أعياد الميلاد. ترى قلب السنة دي ها ألف والله كان عندهم شغل وانتصروا بالتليفون بس يبرقوني. قلت يا سلام قلت لك شفت بقى شفت المرأة هنا وشفت المرأة عندنا في بلاد المسلمين. انظر إلى مكانة الكفر في بلاد المسلمين وفي كتاب رب العالمين وفي كلام سيد النبيين وعند المؤمنين الصادقين. أتمنى من صويشقات المؤلمة أن يقرأن شيئا عن الإسلام فأنا واثق تماما أنهن لا يعرفن شيئا عن الإسلام ويرددن كلمات خبيثة كالببغاوات العجماء. امرأة لا يأتيها أولادها في العام إلا مرة. امرأة أخرى في أمريكا جعلني الله سببا لإسلامها بكلمات قليلة جدا وسميتها وكنيتها واخترت لها أخا من إخواننا فتزوجها وكان يتوفي أم عمر. وأم عمر سبحان الله طلعت أصيلة بعد يوم من الزواج قالت لزوجها البخيل ما تعرف من الشيخ الخالد عندنا. هذا الشيخ يحبه ولا الشيخ يحبه؟ مسافر زمان ده الشيخ يحبه؟ ده أكل. وسبحان الله العظيم شبكت المرأة من وراء حجاب والله لتسكت وانا اجلس الى جوار زوجها فقلت لها يا ام عمر انا سعيد باسلامك وكنت اود ان اتعرف على مشاعرك تجاه الاسلام. فقالت لي المرأة كلاما أتمنى من كل قلبي لو سمعته كل مسلمة في بلاد المسلمين. قالت لي أم عمر الأمريكية بالأصل يا شيخ محمد والله
لقد تمنيت ان اصرخ باعلى صوتي لاسمع كل امراه امريكيه انني اخيرا وجدت دينا يحفظ للمراه كرامتها. فالمرأة في الشرق والغرب مهانة، يتنهى ويستمتع بها وهي شابة جميلة حسناء، فإذا ما بلغت سن الشيخوخة يرمى بها في إحدى دور العشائر والمسلمين، لا يلتفت إليها. ولقد رأيت بعيني من يسمون في أمريكا بالهوملس، الذين لا مأوى لهم ولا عيون ولا منازل، من الرجال والنساء، فأرجو أن لا تنخدعوا بما يقال في الشرق والغرب. المرأة هنالك ورب الكعبة مهانة، رخيصة، مبتذلة، لكن المرأة في الإسلام مكرمة، معززة. ما أمرها الإسلام بالحجاب وحرم عليها الخلوة بالرجال الأجانب وحرم عليها الاختلاط إلى آخر ذلك، إلا لأنها ذرة مطولة ولؤلؤة مجنونة وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء ينصفه الله بجوهرة أو بذرة ثم يلقي بها في أي مكان، إنما سيبحث عن أجمل مكان في البيت كله ليحتفظ فيه بهذه الذرة الغالية والجوهرة الثمينة. فأنت أيتها الأخت المسلمة، أنت لؤلؤتنا المجنونة وجوهرتنا الغالية وذرتنا المطولة، أنت أم، أنت زوجة، أنت بنت، أنت أخت، أنت عمة، أنت خالة. وإن كانوا يدعون بأنك نصف المجتمع، فأنا أقول بل أنت مجتمع بنفسك. إن كنت تشكلين نصف المجتمع، فلا شك أنك تقدمين للمجتمع النصف الآخر. فالمسلمة غالية، كرمها الإسلام أمة، وكرمها الإسلام زوجا، وكرمها الإسلام بنتا. النبي والنبينا يدعو الأخوات. ولو اقتصر الإسلام يا إخوة على تكريم المرأة إن بلغت مرحلة الأمومة، والله لقد أوصفها إن فعل ذلك، لكنه لم يقتصر على تكريمها أما فحسب، بل كرمها أما وزوجا وبنتا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بين الله مكانة الأم وجهد الأم، فقال سبحانه: حملته أمه وهنا على وهن. وقال في آية أخرى: حملته كرها ووضعته كرها. لماذا؟ لأن الطفل في وقت عطاء الأم لا يدرك معنى العطاء. الطفل في وقت عطاء الأم لا يدرك معنى العطاء، فإذا ما شب ورأى أباه يتعب من أجله ويأتي بالمال من أجله، يتعلق الولد بأبيه على أنه هو صاحب العطاء وينسى دور الأم. ومن ثم ذكر الله بدور الأم حتى لا يضيع جهدها أمام عطاء الأب بين الوالد بين أولاده. ولذلك قال النبي مبينا حق الأم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم وأكد عليه ثلاثة. هذه مكانة الأم. وكرم الإسلام المرأة زوجة، لم يكتفي بتكريمها أما،
ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل انه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. وقال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه: انما النساء شقائق الرجال. وقال عليه الصلاه والسلام كما في مسند احمد بسند حسنه الالباني: خيركم لنسائهم وخيركم لنسائهم. احاديث كثيره يبين فيها النبي مكانه الزوج وخطر الزوج: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. هذه الزوجه. والرسول يقول: اني احرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه. فخصمك دون امراتك ان كنت ظالما لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني احرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه. فالمرأة إن كانت مظلومة فخصمك دونها هو المظلوم. فاستعد لهذه الخصومة وأعد جوابك: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعند الله لم تنم. لأنني أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا بل ومن الملتزمين يحسن معاملة إخوانه وزملائه وأصحابه ومرؤوسيه ويسيء إساءة بالغة لزوجته. لا ينبغي أن نحمل الإسلام مثل هذه الأخطاء الفردية، وإنما هذا خطأ يتحمله صاحبه لا ينسب لدين الله الذي أمر بالإحسان إلى النساء والذي أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته. كثيرا من النساء ترى الزوجة وكأنها تتسول البسمة من زوجها كنفيحة ابتسامة، تتمنى أن لو سمعت من زوجها كلمة طيبة، فحياتها معه كلها سباب وشتائم ونار وزاجر. فإن قلت اتق الله وهذه اقرب الناس اليك يقول لك: والله قمنا لابنك كده يوم النخله يا شيخ، لابن الاراك ليست هذه الرجوله، ليست الرجوله ان تكون ظالما. فانا لا اتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليله وهو يعلم يقينا انه ظالم لامراه. لا اتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليله وهو يعلم من نفسه انه ظالم لامراته، فكيف لو كان ممن يخشون الله عز وجل. زوج ابنتك لمن يتقي الله، هكذا قال الحسن الثاني: فان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. فالزوجة أيها الأحبة مكرمة في دين الله عز وجل. وأنا لا أجد دليلا أروح ولا أرق من هذا الدليل على تكريم النبي للزوجة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله له ترضاه في زوجاته. تمام؟ ولا كفاكر؟ طيب. سبقت السيدة عائشة والسيدة حفصة رضوان الله عليهما على رسول الله، هذا بيت النبي ببيوت النبي فيها مشاكل. غضب النبي يوما من عائشة أو غضب من رسول الله، وكان النبي يعرف إذا كانت عائشة زعلانة ولا لا. فقال: والله إني لا أعلم متى تكونين علي غاضبة ومتى تكونين عني راضية يا عائشة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت وربي محزن.
وإن كنت لست رضيع قلت ورب إبراهيم. سبحان الله، ما تيجي تقسم وهي مبسوطة بالنبي تقول ورب محمد، وهي زعلانة تقول ورب إبراهيم، فتقول والله لا أحصر إلا اسمك يا رسول الله. إنما أنت في القلب عليه الصلاة والسلام، فزعلت يا النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث صحيح البخاري، فلا ترضي من يحكم بالناس. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما تتكبرش بقى وزي بتاع الطرف الشتان. هو النبي ترضي من يحكم بالناس، فتقول له يقول لها ترضين أبا بكر؟ تقول له أي والله أبوه. فيأتي الصديق فيقول النبي يقول لعائشة إيه في وجود الصديق؟ تتكلم أنت ولا تكلم أنا؟ تعرض المشكلة ولا أعرضها أنا؟ فقالت عائشة بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. صلى الله عليه وسلم. الصديق سمع الكلمة دي ما قدرش، قام على عائشة فلقمها على وجهها، فأمت تستخبى والنبي عليه الصلاة والسلام. تتقي برسول الله ورسول الله يا أبا بكر والله ما لهذا دعوناك، والله ما لهذا دعوناك، أنا بيت من بيوت الحبيب صاحب الخلق بأبي هو وأمي. فالسيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة على إيه؟ في غير دبت في القلوب من السيدة زينب رضوان الله عليهم، والغير غير والمرأة مرأة. ولا بد من ان يتعامل الزوج الذكي مع المراه بهذه الكيفيه بمعرفه خلقها وطباعها التي جبلها الله عليها. فاول ما دخل النبي على السيده حفصه ابتعدت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقالت اني اجد منك رائحه مغافير يا رسول الله. ايه مغافير دي يا عبد الشيخ؟ دي كانت زهرة أو نبتة بتنبت في أرض الجزيرة في أرض المدينة، رائحتها ليست طيبة. فأول ما اقترب النبي من السيدة حفصة ابتعدت وقالت إني أجد منك رائحة مغافير. فقال الحبيب والله ما أكلت شيئا، يعني ليغير رائحة فمي، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. شوف الخلق، مش نهر وسب وشتم ولا ابدا، والله ما اكلت شيئا، والله ما اكلت الا العسل عند زينب. وخرج النبي فدخل بيت عائشه، فلما اقترب منها ابتعدت عنه وقالت يا رسول الله اني اجد منك رائحه مغافير. ايش الخطه دي؟ لأن النبي عرق أطيب من المسك. أي والله عرق أطيب من المسك. عارفين الدليل؟ ينفع الدليل؟ شيء جميل طبعا. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين كما قال يكف القرض. طب الصريح على صاحب الخلق عليه الصلاه والسلام خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع هذا تقول ايه؟ قل وما شممت وما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم كل دليل ثاني ومسند احمد من حديث ام سليمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما في وقت القيلوله بلغتنا الاياله، فعرق النبي عليه الصلاه والسلام، فجاءت ام سليم بقاروره بالساده يعني وجعلت تثبت فيها عرق النبي، فاستيقظ النبي وتصنع ذلك، قال ما تصنعين يا ام سليم؟ ما تصنعين يا ام سليم؟ فقالت عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله. مش طيب، لا ده اطيب الطيب. صلى الله على الطيب الحبيب.
عليه الصلاة والسلام. فأول مرة من السنة يتألم نفس الكلام، إني أجد منك رائحة المراقيم. قال والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم. بأي مرض بالله عليك لو تجلس حتى مني، لو تجلس حتى كنت مني، يعني ان احسن مظن بك عين واحده انها تطيب مش الاثنين. صلى الله على البشير النذير. فنزل القران الكريم: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك فبتبغي مرضاه ازواجك. شوف القران: فبتبغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات سورة التحريم. أي التي نزلت في شأن هذه القضية، لأن الإخوان شكر في لنا عن وحدها. اللهم اصطرنا بسترك الجميل. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الكريم: اتقوا الله في النساء فإنكم عقدتموهن بأمان الله واستحللت فروجهن بكلمة الله. بل وكرم الإسلام المرأة بنتا حتى وهي بنت صغيرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل للصدقة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها. فلما دخل النبي على عائشة أخبرته بصنيع الأم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. وقد يسألني الآن طالب علم النبي: إذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر النبي عن هذا بلفظ ابتلي؟ من ابتلي من البنات بشيء؟ والجواب من علماء الأصول: خرج لفظ النبي مخرج الغالب، إذ أن غالب الناس في هذه الأيام كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرج لفظ النبي مخرج الغالب فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، أي رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغا، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. هذه مكانة المرأة وهي أم، ومكانتها وهي زوجة، ومكانتها وهي بنت صغيرة. فآن الأوائل لتنمو المسلمة ببصرها لهذا الدين العظيم، ولتقلد الطاهرات العفيفات المؤمنات الصالحات القانتات من أمهات المؤمنين والصحابيات الطاهرات والتابعات لهم بإحسان إلى يوم الدين. آن لها أن ترنو ببصرها إلى هذه القمة السابقة، إلى الإسلام، إلى القرآن والسنة. آن لها أن تحضر هذا المخطط الرهيب لإفسادها وللزج بها في مستنفع الرذيلة الآسن العجل. آل لها أن تنظر إلى الشرقيات والغربيات على أنهن قد تعرضن للمهانة والإهانة في الشرق الملحد والغرب الكافر، وأن هؤلاء الذين يزعمون وينادون بتحرير المرأة ابتداء من قاسم أمين إلى أيامنا هذه، يعلمون علم اليقين أن المرأة في الشرق والغرب مهانة، وكانت قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى لا كرامة لها عند الهنود وعند اليهود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وقد عبر القرآن عن هذه المهانة في آية موجزة بليغة في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليكلمها ليجعلها صدوة الرجل، بل وليخصص لها صورة من أطول صور القرآن باسمها، إنها صورة النساء.